حبايب قلبي، ورجعت لكم فيديو جديد على قناة جيتو جيمنج. شرحنا النهاردة عن الربح من الانترنت بموقع اختصار روابط. جايب لكم افضل موقع اختصار روابط، موقع عربي بيدعم فودافون كاش للناس المصريين. طبعا اول حاجة بيدوروا عليها الناس اللي هي المصرية، اول ما تشتغل في موقع بتشوف فودافون كاش طبعا، وفي وسائل دفع تانية لمصر برضو في بايبال، وهنشوف الموقع في الشرح. فلو انت اول مرة بتشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكمان ما تنسوش تدعمونا باللايك علشان اللايك بيفرق معانا جدا جدا. علشان ما اطولش عليكم ندخل في الفيديو. قبل ما نبتدي الفيديو هتصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ندخل في الشرح. الموقع انا سايبه لك رابط التسجيل في اسفل الفيديو. طبعا ده واجهة الموقع زي ما انتم شايفين، موقع سلس وسهل جدا جدا. فلوس كاش، ادي دي القايمة باللغة الانجليزية، دي طبعا لو هنعملها عربي من على الجوجل نفسه، فانا هخليها عربي كده علشان الناس تبقى تبقى سهلة معاها. فهننزل تحت دلوقتي نشوف الوسائل الدفع. ننزل تحت خالص كده، دي طبعا الروابط المختصرة والناس المشتركة والكلام ده كله كلنا طبعا عارفينه. هننزل تحت كده، اول حاجة عندنا اورانج كاش زي ما انتو شايفين، باي بال زي ما انتو شايفين، وعندنا تاني فودافون كاش اهو، وويسترن يونيو، واتصالات كاش. دي وسائل الدفع الموجودة حاليا في الموقع. طبعا الموقع فيه جروب واتس تقدر تتواصل مع الدعم بتاع الموقع، وهنشوف دلوقتي برضو مع بعض. ننزل كده، قصدي نطلع فوق، مش هتفرق. المهم بنيجي على الثلاث شرطات دول لو هنسجل في الموقع. فانا هدوس اشوف الاسعار. طبعا زي ما انتم شايفين ادي الاسعار، وهم موحدينها $7 لجميع الدول حتى الدول العربية. فانا هنزل كده، فانا يعني ما بشتغلش يعني ما بشتغلش على الاسعار بتاع الناشر، انا بشتغل بتبقى طبعا من دولة لدولة بتبقى الاسعار مختلفة. فباجي هنا على تسجيل الدخول كده لو انت عامل اكونت. طب لو انا مش عامل اكونت بروح على تسجيل عضوية جديدة، فهنا بكتب الاسم المستخدم. طبعا اسم المستخدم ده يا جماعة ممكن تكتب اسمك مثلا وليكن محمد، وتكتب مثلا اسم اي مش مشكلة، ممكن تكتب رقمين اي حاجة تمام. وبعد كده بتكتب البريد الالكتروني بتاعك، وهنا الباسورد، وبتعيد كلمة السر من جديد، وبتعمل كود الكابتشا، وتدوس اوافق على شروط الموقع من هنا، وبدوس تسجيل. فهيسجل معاك. بعد ما بيسجل معاك فهيجيب لك القايمة دي. انت لما لو عملت سيف لكلمة السر او ما عملتش، فبتكتب هنا البريد او اسم المستخدم، وهنا الباسورد. طبعا انا مسجل في الموقع فهدوس تسجيل دخول. ادي القايمة زي ما انتم شايفين كده، الموقع سلس جدا وبسيط. فزي ما انا قلت لكم بتختلف من دولة للتانية في السي بي ام. فهنا بيقول لك اثبات سحب من الموقع، بضغط هنا بشوف اثباتات السحب. طبعا ادي اثباتات سحب من الموقع زي ما انتم شايفين كده، فاظن معظم اللي شغالين فيه مصريين. فهرجع تاني كده علشان ارجع للقائمة بتاع الموقع. رابط جروب الواتس الخاص بالموقع، بضغط هنا بياخدني ان انا اشترك فيه. طبعا انا مشترك فيه، فبعلم على الواتس كده وبدخل في الموقع. طبعا هنا الدفع يومي، وزي ما انتم شايفين هنا بيقول لك تقرا يعني القوانين بتاع الموقع بتاعتهم علشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب كده تمام، دي الاحصائيات بتاع اليوم بتاعك تمام زي ما انتم شايفين. طيب مثلا انا دلوقتي عايز مثلا معايا عديت الحد الادنى وعايز اسحب الفلوس اللي معايا، بدوس هنا. طبعا ده اكونت كده انا عامله جديد علشان اسجل قدامكم وكده، فانا بضغط هنا كده زي ما انتم شايفين كده. ده الارباح بتاعتي بتبقى هنا كده، وهنا الارباح اللي مثلا اسحب الارباح فبيرجعوها، وبعد كده بتوصل اجمالي السحب من هنا تمام. فانا لو عايز اضيف وسيله الدفع بتاعتي فبضغط على الكلمه الصغيره اللي هي في نص الكلام ده، فبنزل تحت كده بكتب هنا اسمي، اسم والدي مثلا مش مشكلة، بصوا يعني تكتبوا هنا اي حاجة. المهم بنيجي بنختار من هنا مثلا بتختار ايجيبت،
لو انت في مصر بتختار الدولة بتاعتك، بتختار الدولة بتاعتك تمام. وبنيجي هنا بتكتب رقم الموبايل بتاعك، هنا بقى بنختار وسائل الدفع زي ما انتم شايفين، باي بال 5 دولار، فودافون كاش ايجيب 2 دولار، وسترن يونيو 50 دولار، اتصالات كاش 2 دولار، اورانج كاش 2 دولار. وهم قالوا في الجروب ان هم يضيفوا وسائل دفع تانية زي وسائل لمعظم الدول الباقية يعني. من هنا بختار وسيلة الدفع بتاعتي، انا وليكن مثلا اختار فودافون كاش، باجي هنا اهم حاجة اكتب الرقم اللي انا هسحب عليه الفودافون كاش، بعد كده بدوس هنا ان انا اسجل. طبعا انا ما كتبتش الحاجات دي فعادي مش هتفرق، اهو زي ما انتم شايفين كده. وليكن مثلا هكتب رقمي هنا اهو تمام، وهدوس هنا تمام. بعد كده لو عايز اروح اسحب باجي من هنا كده بروح على السحب تمام، بنزل هنا وبدوس مثلا لو انا عديت 2 دولار فبضغط هنا وبدوس حسنا، فبيقول لي ان هو ما ينفعش اهو ترجم، بس يجب ان يكون مبلغ السحب يعني معدي ال2 دولار او اكتر، يعني يكون 2 دولار او اكبر. فكده ده شرح الموقع. طبعا للناس اللي هي مثلا ما تعرفش واول مرة تسجل الموقع يا جماعة، اختصار رابط للناس اللي ما تعرفش. انا مثلا وليكن هنزل رواية على جروب، او هنزل لعبة مثلا، او هختصر اي حاجة، بجيب الرابط بتاع مثلا اللعبة دي فبضغط هنا وبنسخه، يعني بلصق هنا الرابط اللي انا جبته وليكن دي لعبة مثلا انا مختصرها، وبدوس هنا شورتن يعني تقصير، وباخد الرابط ده بديه للناس علشان تدخل للعبة او الرواية اللي هي عايزاها. طبعا زي ما انا قلت لكم الموقع سلس جدا وجميل جدا، وموقع موثوق منه، انا شخصيا سحبت منه من على الموقع، وموقع سهل جدا جدا. فيعني انا بنصح ان انت تشترك في الموقع. كده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو بتواجهك اي مشكلة او اي سؤال عايز انزل تحت دلوقتي في الفيديو تكتب الكومنت او اي حاجة انت عايزها وانا هرد عليك في اسرع وقت. كان معكم محمد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.